السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننظر إلى تمرين 28 صفحة 194، حساب المساحة ديال المثلث O S O A B. إذا هنا القاعدة في الارتفاع على 2، إذا على 2 جداد القاعدة في الارتفاع. القاعدة هي O B، وبالضبط هي المسافة X A X X B عفوا X B. ثم الارتفاع يعني إسقاط ديال A، الارتفاع ديال هذا المثلث، إذن غيعطينا كذلك إيكغيك أ. إذن 5 في 3 على 2 تساوي 15 على 2. السؤال الموالي، استنتاج أو أش. إذن أو أش هنا عندنا أو أش نوع هو الإسقاط ديال أو على أبي، إسقاط ديال أو على أبي هو أو أش. إذن أو أش غنحاولوا نحسبوا المساحة ديال المثلث او ا بي بطريقة اخرى، بحيث تكون القاعدة هي ا بي. القاعدة هي ا بي، اذا هنا اس او ا بي كتساوي القاعدة في الارتفاع على 2. اذا او اش هو الارتفاع والقاعدة هي ا بي. هنا لنحسب اولا ا بي، نحسب ا بي المسافة ا بي، نطبق عليها القاعدة ا بي تساوي اكس بي ناقص اكس ا الكل اس 2، يغريك بي ناقص يغريك ا الكل اس 2 مع الجذر. اكس بي تساوي 5 ناقص اكس ا، اكس ا يساوي، اذا الاسقاط ديال اكس ا كيعطينا 2، اسقاط ديال اكس ا يساوي 2. اذا في الشكل غتلقاوها مباشرة 2 اكس ا 2 زائد يغريك بي تساوي 0، لان اسقاط ديال على محور او يغريك 0، و يغريك ا يساوي 3. اذا هنا افيك لاسين، اذا هنا تعطينا 3 اس 2 زائد ناقص 3 اس 2 تساوي 9 زائد 9 تساوي جذر 18 تساوي 3 جذر 2 هي AB. الآن نرجع ل SOAB، كتعطي لنا 3 جذر 2 في OH على 2. إذن هنا OH تساوي 2 في SOAB، 2 في اس او ا بي على مقسومة على 3 جذر 2. هاد اس او ا بي راه حسبناها، القيمة ديالها كتبقى ثابتة، 2 على 3 جذر 2 في اس او ا بي هي 15 على 2، اختزال. وهنا 15 هي 3 في 5، غتبقى لنا 15 على 3 جذر 2. اذا او اش بالضبط هادي غنفكوها، هي 3 في 5 غتمشي واحد 3 غتبقى 5 على جذر 2 تساوي 2 جذر 5 على 2، عفوا 5 جذر 2، 5 جذر 2. اذا كنضربو لتحت والفوق في جذر 5، هنا جذر 2، هنا في جذر 2 تساوي 5 جذر 2 على 2. إذا في النهاية OH تساوي 5 جذر 2 على 2، سوف نحتاجها لاحقا. نمشيو للتعبير الموالي، نحسبو السينوس، السينوس ديال الزاوية. إذا هنا حساب السؤال الثاني، هذا حساب السينوس الزاوية بي أ أو. إذا سينوس بي أ أو كيساوي، إذا بي أ أو عندنا في هذا المثلث بي أ أو، إذا هنا ما عندناش عندنا هذه الزاوية بي أ أو، هي الزاوية أش أ أو، أش أ أو. إذا تساوي سينوس الزاوية أش أ أو تساوي سينوس الزاوية H A O، سينوس الزاوية
اش اذا الزاويه بي ا او هي الزاويه اش ا او اش ا او. هنا اش ا او هي اللي ممكن نحسبوا فيها نطبقوا فيها القاعده، لان عندنا الاطوال ديالها معروفين. اذا سينس ديال الزاويه ا غادي تعطينا هنايا هي او اش على الوتر او ا تساوي او اش على او ا، لانها قائم الزاويه في اش، يعني مقابل على الوتر. اذا او اش حسبناها، بقى لنا لنحسب او ا. اذا او ا تساوي اكس ا ناقص اكس او الكل اس 2 زائد ايغريك ا ناقص ايغريك او الكل اس 2. اذا هنا اكس ا تساوي 2 ناقص اكس او هي 0 زائد ايغريك ا هي 3 ناقص ايغريك او هي 0، قدنا غير 3 تساوي 4 زائد 9 تساوي جذر 13. اذا سينوس ديال الزاوية بي ا او كيساوي او اش اللي هو حسبناه قبيله 5 جذر 2 على 2 الكل مقسوم على جذر 13 تساوي 5 جذر 2 على 2 جذر 13. هذا هو التعبير ديال السينوس ديال الزاوية. بقى لنا كوسينوس الزاوية بي ا او، كو سينوس بي ا او بنفس الطريقة، يعني كيساوي كوسينوس ديال اش ا او. اش ا او الكوسينوس ديال، باش نرجع للشكل، كوسينوس ديال اش ا او كيساوي اش على ا او، اش على ا او المحاذي عن الوتر، اش على ا او. اذا هنا اش اش نقدر نحسبوه بطريقة أخرى. اش كم يساوي؟ عندنا او اش وعندنا او ا، قلنا نحسبو اش غنطبقو فيثاغورس في هذا المثلث هذا، يعني غيعطينا اش اس 2 كيساوي ا او اس 2 ناقص او ا او اش اس 2، يعني هنا. ومن بعد غنديرو لهم الجذر، يعني هذه هي اش، هي الجذر ديال اش اس 2 على او. الجذر ديال اش اس 2 هي اش. دابا هاد اش اس 2 غنطبقوا عليها فيثاغورس، اش اس 2 كتساوي ا او اس 2 ناقص او اش اس 2، يعني ا او اس 2 ناقص او اش اس 2 على ا او. الان غنحاول نعوض، عندي ا او اس 2 هي ا او حسبتها هي جذر 13، ا او اس 2 هي جذر 13 اس 2 ناقص او اش اس 2 هي 5 جذر 2 على 2 الكل هنا كامل مقسوم على ا او اللي هي جذر 13. هنا نزيد نبسط ما امكن، اذا هذه غتعطيني 13 ناقص هذه هي 25 في 2 هي 50 على 4، 50 على 4 25 في 2 هي 25 على 2، 25 على 2 الجذر ديالها مقسومة على جذر 13. هذه بالتوحيد ديال المقام جذر 13، هذه بالتوحيد ديال المقام تعطيك 26 ناقص 25 هي 1 على 26 ناقص 25 هي 1 على 2 جذر ديال 1 على 2، جذر ديال 1 على 2. غنزيد نبسط هنا نكمل، مازال غادي نحتاج المسألة. عندنا هنا كوسينوس، يعني كوسينوس ديال بي
أو كيساوي الجذر ديال واحد على اثنان في واحد على الجذر ديال 13 تساوي واحد جذر واحد هي واحد على جذر جوج في واحد على جذر 13 تساوي واحد على جذر 26 واحد على جذر 26 كوسينوس الزاوية بي أ أو. إذن هنا فقط مراجعة أ أو أس إثنان ناقص أ أو. إذن الزاويتان متقيستان أ أو أس إثنان ناقص أو أش أس إثنان أو أش أس إثنان حسبناها مقسوم على نعم أو. إذن تمرين سؤال ثلاثة لنتحقق أن أو بي أس إثنان تساوي أو أ أس إثنان زائد أ بي أس إثنان ناقص إثنان أو أ في أ بي في كوسينوس بي أ. إذن هنا غادي نحاولو نعتمدو على المثلث اللي هو قائم الزاوية بي أو أش قائم الزاوية في أو ونطبقو عليه فيثاغورس. إذن تعطينا أو بي أس إثنان كتساوي بي أش أس إثنان زائد أو أش أس إثنان. لدينا بي أو أش مثلث قائم الزاوية في أش. إذن حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة عندنا أو بي أس إذن هو الوتر كيساوي أو أش أس إثنان زائد أش بي أس إثنان. هاد أو أش هادي نقدرو نلقاوها أو أش أو أش أو أش التعبير ديالنا هي كاينة أو أش خصنا بدلالة أو أ. إذن أو أش كتساوي أو أ في سينوس بي أ أو أو أ في سينوس بي أ أو. أس إذن عندنا هنا زائد أش بي. أش بي هي ما عندناش أش بي عندنا أش بي هي أ بي ناقص أ أش ب ناقص أ أش أ ب ناقص أ أش الكل أس إثنان. هنا هي أو أ أس إثنان في سينوس ب أ أو أس إثنان. هنا غادي نفكها متطابقة هما هي أ ب أس إثنان ناقص إثنان في أ ب في أ أش زائد أ أش أس إثنان. هنا غادي نخلي هاد أو أ أس إثنان في سينوس ديال بي أ أو زائد أ بي أس إثنان ناقص إثنان أ بي في أ أش. هاد أ أش كاين التعبير ديالها هاديك أ أش إلا لاحظنا مزيان هنا أ أش هي كوسينوس بي أ أو في أ أو كوسينوس بي أ أو في أ أو. وهنا كذلك عاد زائد هنايا كذلك كوسينوس ب أ أو في أ أو. هذا هو أ أش أس إثنان. دابا الآن غادي نحاول يعني نكتب لاحظوا هنايا هاد أو أ أس إثنان هنا. إذا نحاول نبسط هادي غادي نكتبها قريبة لهادي. إذا أو أ أس إثنان سينوس هنا أس إثنان ب أ أو زائد هادي هي أ أو أس إثنان في كوسينوس ب أ أو أس إثنان. وغنزيد التعبير ديال هادو هنا عندي زائد أ بي أس إثنان ناقص إثنان في أ بي في هنا أ أو في كوسينوس ب أ أو. إذن هنا فقط التبسيط كما كتلاحظوا هنا كاين او ا وكاين او ا. انا غادي نعمل بها او ا اس 2 عامل سينوس اس 2 ديال بي ا او زائد كوسينوس اس 2 ديال بي ا او زائد ا بي اس 2 ناقص 2 في ا بي في ا او في كوسينوس بي ا او.
إذن هنا كما كتلاحظوا هذه سينوس أوسيدنان زائد كوسينوس أوسيدنان ديال نفس الزاوية كتعطيني واحد. إذن واحد في أو أ غتبقى أو أ، أو أ أوس إثنان زائد أ بي أوس إثنان، هنا ناقص إثنان أ بي في أ أو في كوسينوس بي أ أو. إذن هذا فقط تبسيط باش نصل لهذه القاعدة هذه اللي هي نفسها. شكرا على المتابعة.